الذي جرى على العموم في ظروف حسنة نتيجة تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية والجماعات المحلية على وجه الخصوص. في هذا الصدد قدر العدد الإجمالي المتمدرسين في الأطوار الثلاثة ب 10,977,642 تلميذ، أي بزيادة 538,748 تلميذ في سنة واحدة. شوفوا نصف مليون زيادة، ما شاء الله الله يبارك، ما يعادل 5.16% مقارنة بالنسبة للسنة الماضية. يتوزع هذا التعداد كما يلي: بالنسبة للطور الابتدائي بما فيه التعليم التحضيري 5,759,068 تلميذ بزيادة قدرها 4.3%، والطور المتوسط 3,605,578 تلميذ بزيادة قدرها 6.4%، والطور الثالث 1,612,996 تلميذ بزيادة قدرها 5.9%. يعني باش تشوفوا على هذه ربما ساعات اخرى نشوفوا نلقاو اكتظاظ كبير، لان ربما نتاع الانجاز ما يعرفش يواكب هذا العدد هذا المتزايد. اذا لازم لنا تنظيم خاص، لازم نعرفوا باستباقيه وبسياسه استشرافيه ان شاء الله، والتي ممكن تنمو من خلال اعاده النظر في التهيئه العمرانيه، نشوفوا كيف ننظموا نفوسنا اكثر فاكثر. وإذا كان اقتضى الحال بالنسبة للتعليم العالي كما قدم السيد رئيس الجمهورية توصياته، ممكن نستعملوا مثلا الجامعة بدل ما نديروا غير في المرافق، لازم نستعملوا أحسن استعمال مثلا في الجامعة. نظن بلي المنشآت موجودة، إنما التوقيت في النهار عليه نحبسوا على الربع ولا خمسة تاع العشية. ممكن نروحوا كما هو الحال بالنسبه للجامعات على المستوى الدولي كل، ممكن بعد يعني ساعات المعهوده اللي موفين نخدموا عليها.